جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يوجد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث معناه من لم يوتر فليس منا؟ نعم وهل نعم هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أنه قال من لم يوتر فليس منا، وهذا من باب الوعيد، من باب الوعيد والتأكيد والحث على صلاة الوتر. جزاكم الله خيرا. هل يقصد بهذا الحديث أن الصلوات الخمس إذا لم تختم بالوتر ليست مقبولة؟ الوتر ليس للصلوات الخمس، وإنما هو لصلاة الليل، إنما هو لصلاة الليل. وأما صلوات الخمس فليس لها وتر، وإنما لصلاة المغرب وتر النهار كما في الحديث أنها لم تقصر في السهر لأنها وتر النهار. نعم. وأما وتر الليل فإنه يكون بعد صلاة العشاء، فيما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. وكونه يجعله بعد صلاة الليل أو يصلي قبله ما تيسر من صلاة الليل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فعلى أفضل، وإن اقتصر على الوتر أجزأه ذلك. نعم.